لتحذير السيد الرئيس اليوم من تفاقم الأزمة السكانية. خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، حذر الرئيس من الزيادة السكانية قائلا: النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400,000 في السنة، صدقوني لن نشعر أبدا بأي تطوير أو بأي شيء مختلف. يعني تعالوا نشوف جزء من كلام السيد الرئيس وتحذيره ده ونرجع مع حضراتكم. استأمن ده من فضلكم، لا ما لم النمو السكاني ينخفض إلى 400,000 في السنة، صدقوني لن نشعر أبدا، وتفضل الدولة تجري. الدولة الدكتورة بتقول إيه؟ بنصرف. لا يا دكتورة، مش كده، أنا آسف، يعني أنا أقصد أقول مش الدولة اللي بتصرف، ده الشعب المصري اللي بيصرف، مش إحنا اللي بنعاني، ده الشعب المصري اللي هيعاني. أنا بعاني معاكم كمسؤول، لكن في النهاية أنت ابنك وبنتك اللي مستوى التعليم اللي هياخده هيبقى جيد ولا مش جيد، مستوى العلاج اللي هياخده هيبقى جيد ولا مش جيد، فرصة التغذية بتاعته تبقى كويسة ولا لا، يروح يلاقي فرصة عمل بعد كده ولا لا. هي الحكاية كده، مش حكاية إن أنا حصرف 13 مليار أبدا. طب ما لقيتش 13 مليار ما صرفتش، ولما ما صرفتش القطاع الصحي تعب، ولما ما عرفتش أصرف على المدارس كما ينبغي قطاع التعليم تعب. هنا يبقى عيب دولة ولا عيب نظام ولا عيبنا كلنا؟ لا، ده موضوع بتاعنا كلنا. وبقوله لكم وبكرره بلطف عشان ما تزعلوش مني، وللمثقفين وللمفكرين وللإعلاميين وحتى للجامعة، تحدثوا مع أبنائكم باستفاضة، اعملوا منتديات لده. دي قضايا خطيرة جدا جدا جدا، هي اللي بتؤدي إلى أن الدول ما تتقدمش، والشعور بعدم إن, ما إن, إن, إن الأمور ما بتتحسنش ما بتت للأفضل، يقولك ده عيب الحكومة. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا، مش عيب حكومة،